إنها الجواهر. جواهر الموسيقار العربي الكبير بليغ حمدي. خليك هنا خلي وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة سنة. ولد بليغ عبد الحميد حمدي مرسي في حي شبرا من جذور تمتد لصعيد مصر في 7 أكتوبر عام 1932، وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. بدأ شغفه بالموسيقى يظهر منذ الصغر، حيث أتقن العزف على آلة العود ولم يكن يتعدى 9 من العمر. وفي سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية. وبعد انتهاء الدراسة الثانوية التحق بليغ بكلية الحقوق، ودرس في نفس الوقت الموسيقى بشكل أكاديمي في معهد فؤاد الأول للموسيقى، معهد الموسيقى العربية حاليا. وكان السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة المصرية في ذلك الوقت يرى أن بليغ يصلح لأن يكون مغنيا، وأقنعه بترك دراسة الحقوق ومحاولة احتراف الغناء، وعهد إليه بالغناء في بعض برامج الإذاعة. وبالفعل سجل بليغ حمدي 4 أغنيات للإذاعة من ألحان عبد العظيم محمد ورؤوف ذهني ومحمد عمر وفؤاد حلمي. وكان تفكير بليغ متجها صوب مجال موسيقى آخر، ألا وهو مجال التلحين وليس الغناء. ولحن في عام 1954 بناء على هذا التفكير 2 أغنية لفادية كامل زميلته السابقة في كلية الحقوق. وتوطدت علاقته بالفنان محمد فوزي الذي أعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها. وفي عام 1957 قدم بليغ أولى ألحانه لعبد الحليم حافظ في أغنية تخنوه، والتي كان من المفترض أن تغنيها ليلى مراد في البداية. كانت النقلة النوعية لبليغ حمدي عندما التقى بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي اختارته من بين 20 ملحن شاب على الساحة ليكون مرحلة متطورة بعيدا عن الصنباطي. وكان عام 1959 هو عام فاصل في حياة بليغ الفنية، حيث قدم لكوكب الشرق أولى ألحانه حب إيه، وكانت بداية مشوار طويل من الألحان الخالدة. والموسيقى الأسطورية امتدت من عام 1959 وحتى عام 1973، وشملت الأغنيات التالية: حب إيه، وظلمنا الحب، وأنساك يا سلام، وكل ليلة وكل يوم، وبعيد عنك حياتي عذاب، وفات الميعاد، وألف ليلة وليلة، والحب كله، وأخيرا حكم علينا الهوى. حب إيه اللي انت جاي. تعانقت أنغام بليغ حمدي الساحرة مع صوت عبد الحليم حافظ الشجي منذ نهاية 60s وحتى منتصف 70s ليقدما معا مجموعة من أروع الأغنيات العربية، نذكر منها على سبيل المثال للحصر قان الهوى والهوى هوايا وتوبة وموعود ومداح القمر وزي الهوى وحاول تفتكرني
وأي دمعة حزن لا، وحبيبتي من تكون، وسواح وتخنوه وخسارة. والتقى بليغ حمدي بالثنائي محمد رشدي والأبنودي في مطلع الستينيات، وبدأ تفكيره يتجه صوب التراث وكنوز الموسيقى الفلكلورية، فعني بتقديم الفلكلور المصري بكافة أنواعه وجمله اللحنية الشجية في صورة عصرية بعد إدخال لمساته الساحرة عليه. فقدم في هذا الإطار لمحمد رشدي من كلمات الأبنودي عدوية وبلديات ووسع للنور، ومن كلمات آخرين متى أشوفك ومغرم صبابة وطاير يا هوى وعلى الرملة وتغريبة وغيرها. تزوج بليغ حمدي من الفنانة وردة بعد قصة حب عنيفة، وقدم لها ما يزيد على 80 لحنا، صارت فيما بعد التاريخ الحقيقي لوردة. نذكر منها خليك هنا، ولو سألوك، ومالي، ودندنة، والعيون السود، واشتروني، والله يا مصر زمان، ومعجزة، وولاد الحلال، وحكايتي مع الزمان، وأحضن الأيام، وغيرها الكثير. إلا أنه تم الانفصال بينهما بعد زواج دام ما يقرب من 7 سنوات، وبعد رحلة فنية هامة. تغنى بألحانه الخلابة جميع المطربين والمطربات الذين كانوا على الساحة وقتها. أنا 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 أنا. تعاون بليغ مع الفنانة شادية في عدة أعمال خالدة تنوعت ما بين أعمال فلكلورية وعاطفية ووطنية، وتعاون كذلك مع الفنانة نجاة وقدم لها عدة أغاني رائعة، وكذلك أيضا الفنانة صباح. واهتم بليغ خلال مشواره الفني بالمسرح الغنائي، وقدم عدة مسرحيات غنائية وأوبريتات استعراضية، كان أهمها مهر العروسة وتمرحنة وياسين ولدي والملحمة الوطنية جميلة من أشعار الشاعر المصري الكبير كمال الشناوي. وضع بليغ الموسيقى التصويرية لكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، فنذكر على صعيد الأفلام الملحمة شيء من الخوف، وأبناء الصمت، وآه يا ليل يا زمن، وأضواء المدينة، والعمر لحظة، والأبرياء، والزمار، ودنيا عبد الجبار. ومن المسرحيات ريا وسكينة وزقاق المدق، والتي قام بتلحين أغانيها أيضا، وكانت آخر الأعمال الموسيقية التصويرية والألحان للمسلسل المصري الشهير بوابة الحلواني. تميز بليغ حمدي بموهبة متدفقة في التلحين وثراء لحني وموسيقي لافت للنظر، حيث أتم ما يقرب من 1500 لحن من كافة الأشكال والقوالب الموسيقية التي انتشرت في عصره، من أغنيات عامية وقصائد وأوبريتات وموسيقى تصويرية للأفلام والمسرحيات، وذلك في عمر فني قصير بالقياس لغزارة ألحانه. وتميز بليغ أيضا من الناحية الموسيقية بقدرته على وضع أي صوت يلحن له في الإطار الموسيقي الصحيح، والذي يبرز إمكانيات المطرب الصوتية وشخصيته الفنية على النحو السليم، مما يصل به وبالأغنية بالطبع إلى وجدان وأذهان المستمعين من أقصر الطرق. ولهذا ظلت دائما أعمال بليغ لكافة المطربين والمطربات بمثابة أعمال خالدة، والتي ارتبطت في أذهان الجماهير بأسمائهم. وتميز أيضا بليغ بموهبة شعرية رقيقة إضافة لعبقريته الموسيقية، وكتب العديد من الأغنيات تحت اسم ابن النيل ثم باسمه،
وشارك في كتابة العديد من الأغنيات الأخرى التي قام بتلحينها. قدم العديد من الأصوات وهي نقطة تحسب له بشدة، نذكر منهم عفاف راضي وعلي الحجار وسميرة سعيد ولطيفة والفنانة ميادة حناوي، والتي كانت كبرى أغانيها هي أغنية أنا بعشقك من كلمات وألحان بليغ حمدي. كانت آخر أحلام بليغ الموسيقية عمل أوبرا مصرية ضخمة عن قصة إخناتون، تقدم على مسارح وأوبريتات العالم كافة، وتفتح الباب للموسيقى الشرقية نحو الانطلاق لآفاق عالمية لا تحدها قيود محلية، إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق هذا العمل العظيم. توفي بليغ في عام 1993 عن عمر يناهز 61 عاما. وأعلنت وزارة المالية المصرية إنها بصدد طبع عملة تذكارية باسمه. وهكذا رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي. بودعك وبودع الدنيا معك.